مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء عبر قناه ياسر الرياضيه، نصل بكم الى ختام هذا اليوم شوطنا الخامس والعشرون للقعدان، شوط الانتاج والمنتجين يعتبر الناموس ناموسين، وخاصه في عاصمه الملايين عاصمه الميادين ميدان الوثبه الذي يشهد هذا الانطلاق لهذا اليوم لسن الحجاج، رحله الاشواط 2 كيلو متر. مقدمه الشوط شوطنا للخصص للقعدان، مقدمه الشوط والمركز الاول الشامي سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي مع مقدمه الشوط ينتاجه يقدم لنا بن حمدش الخيلي. المركز الثاني اللي رافق هناك الشامي على الصداره، المركز الثالث يتقدم مباشره وياتي اللي هو مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق المميز الجميل، ياتي مرموق راشد بن حمد بن يعان الشامسي. المركز الثالث مليح علي بن سالم بن مبارك المنصوري وشام راشد بن سلطان بن غالب المنصوري مع المركز الرابع، ولكن اللي دشن في هذه اللحظات مباشرة يغير من مركز إلى مركز أدهم أحمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي ينتزع المركز الرابع، وفي خامس المراكز المتقدم في هذه اللحظات ياتي شاب عبد الله بن حمد بن مبخوته العامري. هكذا النتيجة، شوط الختام من سعيد الحظ من المنتجين يختم هذه الفترة الصباحية لهذا السن، سن الحجاج اللي قادم. هناك مطفي عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، يا سلام وصلوا اهالي الظفره بانتاجهم مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الاخر ياتي معتاد سهيل بن عبيد بن راشد الخيلي، متعود معتاد للناموس، حذاري من معتاد هو متواجد مع المركز الثالث. رابع المراكز وخامس المراكز من يتقدم في هذه اللحظات وياتينا اللي هو شاهين محمد بن سعيد بن حميد المنصوري. هكذا النتيجه، ونعود الى مقدمة الشوط الى المركز الاول انتاج راشد بن حمد بن يعان الشامسي مع مرموق هو على الصدارة، هو الاقرب هو المسيطر، ولكن هجوم مكثف من المنتجين من القعدان اللي وصل في هذه اللحظات وتقدم. هناك ياتي مرضي محمد بن مطر بن حويرة بالمنصوري، ما يبنى له طاري الا في هذه اللحظات اللي قادم احلى. وصل شاهين مطر بن بطي بن خلفان المنصوري يتقدم من مركز الى مركز، والقادم احلى في هذه اللحظات، ولكن وين بن يعان هو على الصدارة مع ساحة الامان، اطلق اوامر مشاهدينا الكرام وانطلق السهم للفوز والناموس ان لم يكن كلام ثاني مع الامتار الاخيرة. ارصد اللي قادم هناك مشاهدينا الكرام، شاهين قادم، شاهين وهنا ايضا مرضي وشاهين، شاهين سلالة شاهين، مرضي ما يطيع ارضى مالك بالفوز وبالانتاج الطيب. اشكرك محمد بن مطر بن حوير بن المنصوري، سلام على هذا الانتاج. شاهين مطر بن بطيب بن خلفان المنصوري مع المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثاني مشاهدينا الكرام، هناك شاهين مطر بن بطيبة خلفان المنصوري. المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام، هناك مرموق راشد بن حمد بن يعان الشامسي. المركز الرابع، رابع المراكز هنا اتى اللي هو شاب عبد الله بن حمد بن مبخوت العامري. المركز الخامس ملبي احمد بن حميد بدبيل بضحي المنصوري. التوقيت الزمني 3 دقائق بدون ثواني بدون اجزاء، تهانين لمالك مرضي محمد بن مطر بن حويره بالمنصوري. المركز الثاني شاهين مطر بن بطيبه خلفان المنصوري، قطع المسافه في زمن قدره 3 دقائق وبدون ثواني جزء واحد من الثانيه. ثالث المراكز هناك اتل مرموق راشد بن حمد بن يعان الشامسي، قطع المسافه في زمن قدره 3 دقائق 6 من الاجزاء، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.